أما المتكلمون ومنهم الأشاعرة الذين يزعمون أنهم هم أهل السنة، فمذهبهم في هذا بعيد جدا عن الحق، وأتوا بأشياء غير معقولة أصلا. عندهم الكلام يقسمونه إلى قسمين: كلام يكون بالنطق والحرف والصوت، هذا عندهم ممتنع على الله، لا يصفون الله جل وعلا به، ومعلوم أن هذا فيه إنكار الرسالة وإنكار الشرع كله. ولكن هل يلتزمون مثل هذا الذي يلزم منه؟ لأن الشرع والرسالة بكلام الله، رسالة الله بأن يرسل كلامه إلى أنبيائه يبلغوه عباده بشرعه الذي يشرعه لخلقه. القسم الثاني الذي هو يثبتونه لله الكلام المعنوي، ويقولون هو معنى واحد يقوم بالنفس، معنى واحد يقوم بالنفس، هذا الذي يصفون الله جل وعلا به. ولهذا يقول أحد كبارهم هو الجويني رضي الله عنه وعنه في كتابه الإرشاد، يقول إن الخلاف بيننا وبين المعتزلة الذين يقالوا بأن القرآن مخلوق خلاف لفظي، هو فعلا خلاف لفظي، فهم يقولون القرآن، ولهذا يقول القرآن عبارة عن كلام الله، يعني ليس هو كلام الله، عبارة، لأن الله لا يتكلم عندهم، وإنما عبر عما في نفس الله بهذا القرآن. من الذي عبر؟ إما الرسول الملكي أو الرسول البشري. تصور الإنسان أن هذا شيء يتقول عليهم، لا يزالون على هذا المذهب، لا يزالون على ذلك، والعبرة بالعلماء، ما هو بأما عوام الناس فهم على الفطرة، على الفطرة التي فطرها الله جل وعلا، فطر الله جل وعلا عليه عباده. ولهذا لو مثلا تقول لأحدهم الذين هم من ضمن الأشاعرة وهم تبع لهم من عوامهم، تقول هذا الكلام ما فهم، لم يفهم هذا الكلام، استبعده جدا، فهذا يعني تلقوه عن مشايخهم بعضهم عن بعض وصار هو الثابت عندهم. فعندهم أن الله لا يتكلم بكلام يسمع منه، فالكلام عندهم على الله جل وعلا هذا بهذا التفسير ممتنع. فإذن هذا يقول: ولو مثلا تتبعت الأحاديث التي تولاها هؤلاء بالشرح لوجدت فيها التحريف، تحريف اللفظ وتحريف المعنى كثيرا جدا. لكن هل مثلا هم قصدوا هذا الشيء؟ قصدوا مخالفة الرسول، مخالفة كتاب الله؟ قل لم يقصدوا ذلك، وإنما هذا لشبه عرضت لهم، فهم تلقوا هذه المعلومات عن مشايخ يثقون بهم، ورسخت هذه في أذهانهم من الصغر، فصار أمر ثابت عندهم، فإذا جاء شيء يخالفه سموه متشابه، ولهذا هذه يسمونها من المتشابه. يقول مثل الاستواء على العرش من الأمور المتشابهة، الاستواء والعلو واليد والرجل والعين وما أشبه، هذه من الأمور المتشابهة. ثم أحيانا يسلكون مسلكا آخر ويقولون الله جل وعلا لا يوصف بالأبعاض والأعضاء لأنه ليس كمثله شيء، لأنه لا يشبهه شيء، ثم يطردون هذا المذهب حتى في الأمور التي قد يقولون إننا نؤمن بها، مثل الرؤية كما سيأتي. الرؤية لكثرة النصوص فيها ووضوحها ما استطاعوا أن يردوا الحديث ويؤولوه، فقالوا الرؤية ثابتة، صارت الرؤية ثابتة. قيل لهم: من أين يرى؟ قالوا: يرى لا من جهة، يرى الله لا من جهة. عجب، كيف لا من جهة؟ هذا معقول؟ غير معقول أبدا. فإذا معناه أن نفي للرؤية، ولهذا
لما يعني تمعنوا في هذا صارت الرؤية عندهم هي زيادة علم، قالوا رفع الحجب، فسروها برفع الحجب، أي حجب؟ يعني الحجب عن الناس، فمعنى ذلك أنها ممكنة الآن، إذا رفعت الحجب يمكن. فعلى كل حال الباطل متناقض ومتهافت لا يثبت، فلا بد أن تكون العقائد العلم يؤخذ عن الوحي.